السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كلنا زهقنا من الفتة، فنعمل ايه؟ احنا عندنا طبعا محشي، وانا شايلة معظم حاجاته في الفريزر مخزناها. طبعا ده ورق العنب، انا هبقى اوريكم طريقة تخزينه كويسة جدا كأنك لسه جايباه من بره. طبعا انا عصر عليه ليمونة عشان خاطر ايه، عصر عليه ليمونه على اساس ان هو يعني يبقى لونه حلو كانك لسه فعلا جايباه. حتى لو مش حاطه الليمونه مفيش مشكله، يعني مش هيفرق يعني كتير. طبعا محشي مشكل النهارده، ونغير مود اللحمه والفته والكلام ده كله. احنا عندنا طبعا من امبارح، بس انا مش حابه بقى ايه فته ومش كل يوم. يعني النهارده ان شاء الله نعمل معاكم المحشي المشكل. طبعا بتنجان وفلفل وكوسه وبتنجان اسمر، بتنجان مشكل يعني او محشي مشكل. عامه انا قصرت المسافه عليكم عشان انا مش عايزه ايه اعمله يعني، وده انا كنت مفرزاه وحطاه في الفريزر خلطه المحشي والممبار، بحيث ان هو لما تيجي تعملي المحشي يسهل عليكي. يعني انت جالك ضيف وعايزه تعملي اكل سريع، او هتعملي محشي مثلا هيسهل عليكي، او جايه من الشغل مثلا تعبانه فهيسهل عليكي كتير. ما عليكي انك تقوري البتنجان والحاجات دي، وفي ناس بتجيبها من بره ما بتحبش تقورها في البيت يعني، بس انا بحب اعمل حاجه في بيتي وكده افضل وانضف كتير. تبقي عارفه انت بتعملي ايه اصلا. طبعا انا طلعت كيسين هنا من الصلصه على قد ورق العنب والحاجات اللي انا هحشيها المحشي المشكل دوت، وكده تمام معايا، اصلا معايا كتير من دبكه البصل والتقليه وده كله، فكده افضل ليا يعني. تمام، اخلص بقى وعند وطبعا انا مجهزه الخضره وركناها، اخلص بقى واجهز الحاجه وارجع لكم بيها وانا بحشيها ان شاء الله. انا هنا بعد ما خلصت ورق العنب، اغسلي بقى الحله بتاعت ورق العنب عشان الدبكه بتطير وكده، وايه تحطي فيها الصلصه، تاخد غلوتين بس كده. انا طبعا ما بحطش ولا شطه ولا كمون ولا فلفل اسمر ولا توابل ولا كل الكلام ده عشان تبقى فريش، وانا بحط الخضره وبحط كل حاجه طازه فيها تبقى ليها طعم وريحه كانك فعلا لسه عاملاها دلوقتي، يا الا انك انت مخزنه الصلصه وركناها. بس انا الصلصه نديتها غلوتين كده على النار عشان تفك من التلج اللي فيها. ارمي بقى عليها ايه الشطه، التوابل بتاعتها، فلفل اسمر، الملح بزيادة عشان المحشي يكون حايق من جوه، وبزبطي بقى ايه حياء الشوربة بتاعتك وانت بتعملها معاكي. وهنا الكمون، انا عندي هنا ايه 7 بهارات، حطينا الخضرة بتاعتي، انا كل حاجة عاملاها فريش، خضرة وتوابل وكل حاجة. انا الا بس ايه شايلة الخزينة، شايلة المخزنة او مفرزة الصلصة بتاعت المحشي، فايدت عليا كتير. ولو انت مثلا جاية من شغلك ولا حاجة بتبقي مجهزة مش قادرة انت تعملي دبكة زيادة، دبكة تطلعي بس الصلصة وهتسبق او هتحشي على طول. هنا احط ايه يعني حاجات بسيطه من الفلفل الاحمر من عندي، انا عندي هريسه بس انا هحط حاجات فريش برضو عشان بتدي ريحه حلوه برضو في المحشي. انا حضرت الحاجات كلها للحشو. ورق العنب طبعا انا عاملاه معاكم، ودوت الطاجن اللي انا هعمل فيها، الطاجن اللي انا هعمل فيه ورق العنب. انت بقى عندك جزر، عندك بصل، عندك فلفل في الارضيه كده وارميه، قطعين شرايح كده او حلقات يعني وارميه. وطبعا هنا البتنجان انا كنت مقوراه ومجهزاه وكوسه وعاملاه، وهنا برضو الحاجات دي انا كنت عاملاها معاكم يعني انا وريتها لكم. وهنا طبعا الحلة اللي انا هعمل فيها، ودي كده خلطة المحشي. انا طبعا هحشي معاكم بس كده هوت ايه شوية، وبعد كده انا هكمل. طبعا ما بيكونش ايه مليان عشان خاطر ما يدلقش يعني، ما تبقاش الرزاية من جوه نية ومش مظبوطة.
هتدي له مساحه يتنفس كده، والرز ما يكونش ايه، ما تكونش مليه بتنجان طبعا. الكلام ده للسغنطاطين اللي قد ايمان بنتي، طبعا كلنا امهات وشاطرين وعارفين يعني نعمل حاجات بيتنا ازاي. المقوار طبعا بيكحت بيه ديت، في ناس بتسيبها عادي كوسة عادية ما بتقشرهاش، وبالمقوار كده لو حبيتي ان انت تديها شكل بتقشريها كده بالمقوار تكحتيه. مش عامله بقى الصلصه مجهزاها، يبقى ده كان عليك وشغلانه. اصل الصلصه لوحدها نص درجه المحشي او ثلاث ارباع درجه المحشي. ورق العنب طبعا كتير مننا ما بيحبش لفه، بس هو سهل وما فيهوش اي دبكه ولا اي حاجه. طبعا الورقة الخشنة دي اللي احنا بنحشي عليها، اعملي كده بيحبه بقى صغير زي ما انا بعمله، هو حر. في بقى اللي بيحب يعمله كبير شويه هو حر، وفي اللي بيحب يكون المحشي بتاعه صغير كده. لو الورقة صغيرة معاكي وما بتعرفيش تلف الورق الصغير، حطي ورقتين على بعض واحشيهم عادي، ما فيش اي مشكلة. بس انا ما فيش مشكلة معايا في الورق الصغير او الكبير، لان انا اصلا بحب اعمل الورق يكون صغير، ما بحبش الورق بتاع ورق العنب يكون كبير. كنت اعمله من غير ما ارجع لكم، الناس عارفهم يعني ما كانوش بيحبوا يعملوه، بس بعد كده مع الممارسة لو انه هو سهل جدا وما فيهوش اي افتكاسات، وهتلفيه زي بتاع الفنادق واحسن كمان. ورق العنب لما بيكون متشال منه العروق ومتوضب ومحطوط برده كده بيسهل عليكي كتير، لان يعني في ناس بتعمله بالعصيان، وهو ده طبعا مش لطيف، بياخد معاكي وقت ودبكه وشغلانه وبيبقى مش حلو اصلا. لكن كده انت مسهلاها على نفسك ومضبوه ورصاه فوق بعضه، فكده مسهل عليكي كمان ان انت تعملي ايه، ما يكونش فيه دبكه يعني. هوريكم كمان واحده تانية كده، وبعدين انا هعمل انا بقى مع نفسي كله وارجع لكم عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. خلص بقى وارجع لكم تاني ان شاء الله. طبعا انا خلصت معاكم انا اهوت ايه المحشي، واحطه بقى. طبعا انا سقيته بالشوربه، انا عندي هنا شوربه لحمه اصلا من امبارح،
ده ورق العنب. طبعا انت ما بتسقوهوش للاخر يعني، ما بتغطوهوش قبل ما يتشرب لاخره كده. طبعا المفروض ان انت تحطي عليه حاجه زي كده على اساس ان الحاجه لما تكون تقيله عليه كده ما يفكش معاكي. تمام، غطيه بقى بالغطا بتاعه ونحط الحاجه على النار وتتعمل بقى مع نفسيها. انا هنا رجعت لكم بعد ما خلصت الاكل واستوى، وهنا ورق العنب خلص معايا ما شاء الله كده، ما فيش اي حاجه ناقصه. هحضر بقى الحاجة دي في سيرفيس كده، وممكن اسيب ورق العنب كده زي ما هو، مش محتاج ان انا اغرفه يعني، هسيبه في البايركس كده زي ما هو كده. طبعا انا غرفت الحاجة بس مرضتش اطول عليكم في الفيديو عشان هو ايه شكله طول قوي. ورجعت هنا بقى الحاجات انا خلصتها. انا طبعا كنت عامل صينية رقاق وبعدين اللحمة وبرده زهقنا منها، فكفاية قوي ان انا عملت كفتة في الفرن كده وخلاص. طبعا هنا ورق العنب اهو جميل، انا هسيبه زي ما هو في البايركس بتاعه زي ما هو، مفيهوش اي حاجه اتفككت. ليه؟ عشان هو ملفوف كويس وكمان كان محطوط عليه طبق، والطبق يعني بيخليه ما يتفكش معاكي خالص. وده يوم بسيط من ايامي، وبما اني بقى انا كان عندي الحاجات جاهزه في البيت فسهل عليا كتير ان انا خلصت حاجاتي بسرعه، ما عوقتش معايا ابدا وكانت الحاجه سهله معايا. أشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.